أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا اللقاء الخاص. ضيفنا الدكتور متين طبراق، الأستاذ في جامعة اسطنبول والخبير في تطوير التعليم العالي. دكتور مرحبا بك معنا. مرحبا. بعد تفشي فيروس كورونا اضطرت الحكومات والدول إلى سياسة الإغلاق العام، وأيضا اعتمدت تجربة جديدة في مجال التعليم بكل مراحله، وهو التعليم أونلاين أو التعليم عن بعد. بعد 7 شهور على تطبيق هذه التجربة الجديدة، كيف تنظر أو تقيم هذه التجربة؟ Actually, until the lockdown, until the pandemic, فعليا عند حصول تفشي الفيروس اعتادت كانت تستخدم الجامعات التركية التعليم عن بعد في التعليم العالي، ولكن المشكلة كانت أننا لم نكن قادرين على تنفيذ التعليم عن بعد بشكل على أجندتنا الوطنية بشكل منهجي. ولكن الآن بعد تفشي الفيروس كان علينا أن نكيف أنفسنا لوضع نظام ومنهجية لاستخدام التعليم عن بعد. والآن جميع الجامعات التركية والآن جميع الجامعات التركية يقترح أن تستخدم التعليم عن بعد، وأرى الآن أن جميع الجامعات لها مواقع على الإنترنت وتستخدم منصات للتعليم عن بعد، وأعتقد أنها نجحت بنسبة 55%. هذه النسبة منخفضة، ولكن بالتفكير بأن هذه الجامعات خاصة الجامعات القديمة لم تكن جاهزة لهذا الانتقال للتعليم الإلكتروني، وبمجرد اتخاذ القرار تحولت إلى هذا النوع من التعليم، فأعتقد أن الجامعات التركية قامت بعمل جيد. ولكن بالنسبة لنسبة النجاح يمكن أن نقول أنها 55% فقط. طبعا سوف يستمر هذا التعليم في عام 2020 و2021، وأعتقد أن النسبة سترتفع، نسبة النجاح، إلى 60 أو 65% حتى. هذه التجربة تحتاج إلى وقت إذا سمحت دكتور تحقق النجاح الكامل. هذا التفاؤل بنجاح هذه التجربة وارتفاع نسبة النجاح من 55%، وتكلمت عن التجربة في تركيا، هذا التفاؤل على ما يبنى؟ على ما بنيت هذا التفاؤل في أن تكون النسبة أعلى في المستقبل؟ Online education is complementary to face-to-face education, classical education. التعليم عن بعد هو مكمل للتعليم العادي أو التعليم الحضوري. وإذا نظرت إلى الموضوع بأنهم بديل عن بعضهما البعض فسوف تكون محبطا. أنا عندي اطلاع كبير على أنظمة التعليم الأوروبية، والآن التعليم عن بعد يكمل التعليم العادي أو التعليم الحضوري. قد يكون لدينا مشكلة في البعض المهن التي تضطر الطلاب للحضور، أو المجالات المهنية التي تحتاج للحضور مثل الطب والهندسة، ولكن ولذلك فهي تكمل بعضها البعض، ويمكن إيجاد منهجية أفضل لهذه الاختصاصات. ولكن مرة أخرى أكرر أن هذين النوعين لا يستعيضان بعضهما عن بعض، وإنما يكمل ميلان بعضهما البعض. وللقيام بذلك بأقصى درجة ممكنة لابد أن يكون لدينا بنية تحتية من وجود توفر الإنترنت وتوفير المنصات للطلاب ليقوموا بالتعلم على هذا على هذه المنصات، ويجب تأمين هذه البنية التحتية للمدارس الثانوية والابتدائية والمرحلة المتوسطة أيضا ليقوموا بهذا التعلم. نعم، وهذه نقطة مهمة عن قضية التحديات أو الصعوبات التي تواجه التعليم عموما والتعليم أونلاين، وهو متعلق بالبنى التحتية خاصة في دول العالم الثالث. هل من صعوبات أخرى واجهت هذه التجربة بالإضافة إلى ضعف
البنى التحتية اللي أشارت إليها جنابك الكريم قبل قليل. صعوبات أخرى واجهتها هذه التجربة؟ Actually, you are certainly right. أنت محق. Lack of internet in houses. عدم وجود الإنترنت بما يكفي في منازل طلاب المدارس وطلاب الجامعات. Lack of internet. Lack of. فنقص الإنترنت. نقص المراكز النت. ونقص أو عدم توافر الأجهزة الذكية في أيدي الطلاب. فهذه تجعل من الطلاب والعائلات والأسر الهشة أو التي لا تستطيع تأمين هذه الأمور تواجه مشكلة في التعليم طبعا بشكل عام. هذه العائلات الهشة تواجه مشاكل في التعليم العادي والتعليم عن بعد. فبالتالي لا بد من وجود سياسات لدعم هذه العائلات والأطفال, وهذه من أبرز الصعوبات التي يجب أن نتجاوزها. نعم. هناك دكتور من يتفاءل كثيرا أو يعول كثيرا على هذه التجربة أن تكون بديلا كاملا وليس مكملا. أشرت إلى أن التعليم أونلاين عن بعد والتعليم الحضوري أو المكاني يعني أحدهما يكمل الآخر. هناك من يطرح أن هذا التعليم سيكون بديلا كاملا عن التعليم الحضوري أو المكاني. هل من الممكن أن يكون بديلا كاملا عن التعليم واختصار الكثير من التكاليف والتفاصيل الأخرى المتعلقة بالتعليم الحضوري أو المكاني؟ Actually, it is not alternative. You are exactly right. We couldn't take أنت محق. هذا لن يكون بديلاً عن التعليم الحضوري. بعض الناس يعتقدون ذلك, ولكن حتى عقود قليلة يعني أو من عقود قليلة مضت لم يكن لدينا كان لدينا تجارب في الإنترنت ويب, النسخة الأولى من الويب والنسخة الثانية من الويب والنسخة الثالثة من الويب أي من الشبكة العنكبوتية. فبالتالي سيكون هناك احتياج للطلاب والمعلمين ومزودي الخدمات أن يكونوا ويتدربوا ويتكيفوا مع التقنيات والتكنولوجيات الحديثة التي ستقدم, ويجب أن أيضا يكيفوا أنفسهم ويتعلموا كيفية إدارة أعمال وإدارة التعليم عبر الإنترنت. انظر مثلا إذا الأعمال التجارية التي تتم على الإنترنت, هناك طبعا تجارة تحدث أونلاين أو على الإنترنت, وهناك استيراد وتصدير يحدث على الإنترنت. فبالتالي هناك تطور وانفجار هائل في هذه التقنية حاليا, ولكن هناك أربع خطوات لرقمنة التعليم. أولا فهم هذه الموضوع, الثانية هي الرقمنة نفسها, الخطوة الثالثة البيئة الرقمية, والخطوة الرابعة هي الجاهزية الرقمية. بالنسبة لنظام التعليم التركي في الجامعات والمدارس, نحن تقريبا في منتصف الطريق, ولكن لا يمكن أن نتردد في عملية الرقمنة أو التحول إلى العالم الرقمي في التعليم. يجب أن نستعد لهذه الخطوة, ويجب أن يكون لدينا نظامين, أي نظام التعليم عن بعد, النظام الأونلاين, وأيضا نحن بحاجة إلى معرفة أو تحديد ما الذي ينقصنا لتقديم التعليم الإلكتروني أو التعليم عن بعد, وما هي الفروع التي يمكن القيام بها عن بعد, وما هي الاختصاصات التي تحتاج أن يكون هناك حضور فيزيائي فيها أو حضور وجها لوجه. هذا الأمر ليس بالسهل. هناك بعض الأساتذة مترددون في هذا الموضوع, بعضهم لديهم تحفظات عن على التعليم عن بعد, وأيضا بالنسبة فيما يتعلق باختبار الطلاب وتقييم مهاراتهم. طبعا حتى بعض الدكاترة والأساتذة في الجامعات لم يتكيفوا بعد مع هذا النظام, وهذه مشكلة. فبالتالي يجب أن يتم تأهيل جميع الدكاترة والأساتذة ليتكيفوا ويستخدموا هذه المنظومة. هذه مشكلة أساسية لدينا, وأعتقد أن الأطفال يتمتعون
يتمتعون بالذكاء الكافي باستخدامهم الأجهزة الذكية والتقنيات والتكنولوجيا الحديثة. يعني ربما استخدام الإنترنت أصبح في جيناتهم في مورثاتهم بشكل فطري. فنحن بحاجة لتعليم الجيل الأكبر من الأساتذة والبروفيسورية ليستطيعوا أن يتكيفوا ويتعلموا ويفهموا استخدام التعليم عن بعد، وأن يفهموا أن التعليم عن بعد والتعليم الحضوري يكملان بعضهما البعض، هما لا يتنافسان، والنظام التعليم يجب أن يضم كلا الطريقتين ليقدم خدمة تعليمية جيدة، لأن هذه هي طبيعة التعليم. طبيعة التعليم تجبرنا على جمع الطلاب والأساتذة مع بعضهم البعض ليتواصلوا جسديا وبصريا مع بعضهم البعض في قاعة واحدة أيضا. هذا من متطلبات التعليم. نعم دكتور، أشرت إلى أن هناك ربما عدم مرونة فيما يتعلق بقدرة الأساتذة الستاف والطاقم التعليمي والتدريس على التعامل مع التقنيات الحديثة اللي هي الأساس في هذا التعليم عن بعد، بينما الطلاب خاصة الصغار لديهم قدرة على التكيف والاستجابة بشكل أسرع. استنادا إلى هذا المعطى، هل تعتقد أن التعليم عن بعد على الأقل خلال 7 أشهر من هذه التجربة قد أعطى نتائج مماثلة للتعليم الحضوري؟ كان فاعلا، النتائج كانت أو المخرجات التعليم كانت بنفس الفعالية والتأثير لو كان التعليم مكانيا بدون هذه التجربة، تجربة الأونلاين؟ In my opinion, actually, online education. أعتقد برأيي أن إذا نفذنا أو طبقنا التعليم عن بعد بشكل جيد سيكون فعالا وكفؤا أكثر من التعليم التقليدي. في التعليم التقليدي لدينا صفوف فيها 30-40 وأحيانا 50 طالب في نفس الصف، وأحيانا قد لا تكون قادرا أن تحفظ أسماء الطلاب جميعا في الصف، ولكن في التعليم عن بعد يمكنك أن تتحقق من أسمائهم، من حضورهم، ومن تقييماتهم بشكل أسهل بالنسبة للأساتذة. لذلك أعتقد أن موضوع الكفاءة والفاعلية إذا استخدمنا هذه التقنيات بشكل كفء فإن كفاءة أو أداء الطلاب سوف يكون أعلى. في قدمت 4 محاضرات في الفصل السابق، 3 في جامعة قصر و1 في جامعة اسطنبول، وأعتقد أن الطلاب كانوا متجاوزين ومتفاعلين مع هذه مع النموذج الجديد، ولكن بعد الاختبارات النصفية كانوا وبعد أن قاموا بواجباتهم والمهام التي تعطى لهؤلاء الطلاب، الطلاب يجب أن يقدموا هذه الوظائف على منصة إلكترونية، وعند الوصول إلى الاختبارات النهائية كنت متفاجئا بأن جميع الطلاب كانوا يستخدمون هذه التكنولوجيا بشكل فعال جدا وبشكل كفؤ، واستطعنا الحصول على ذلك من جمع البيانات من على الإنترنت، وكذلك تفاجأت بسرعة تكيف هؤلاء الطلاب والتي كانت موجودة عندهم بشكل أسرع وأعلى من الطلاب. فبالتالي الكفاءة يمكن أن تكون أعلى وفقا لتوافر الخبرات البشرية أو الموارد البشرية التي يمكن أن تتفاعل مع هذه التكنولوجيا، وبالتالي يجب أن نقدم بعض المحفزات للطواقم التعليمية لاستخدام هذه التكنولوجيا في التعليم عن بعد ليكونوا فعالين وكفؤين في استخدامها. في جميع الدول قرأت بعض القصص بأن بعض الأساتذة مترددون في التكيف مع هذا الموضوع، وبعضهم يفكر بأن التعليم التقليدي وجها لوجه هو الأفضل، ولكن فعليا هو ليس كذلك. في هذه النقطة دكتور، وإن كان الفيروس كورونا قد داهم العالم بلا مقدمات واضطر العالم الحكومات والدول إلى اعتماد هذه الآلية الجديدة في التعليم، هل تعتقد
أن الطواقم التعليمية في مختلف المراحل الابتدائية إلى التعليم الجامعي بحاجة إلى دورات تأهيل حتى تكون هذه العملية أكثر فاعلية وثمارها أكثر واقعية ونتائجها يعني أكثر تأثيرا؟ هل يحتاجون إلى دورات تدريب تأهيل؟ وبالتالي هل جرت مثل هذه الدورات للتعاطي أو التعامل مع هذه التجربة الجديدة في التعليم؟ Actually, it depends on totally the capacity of country. فعليا يعتمد الأمر على قدرة الدولة. بعض الدول هي دول ناشئة ولا يوجد فيها وصول كبير للإنترنت، لا توجد بنى تحتية كافية لاستخدام الإنترنت، ولا توجد لديها الموارد الكافية للوصول إلى العائلات الفقيرة والأساتذة الفقراء والطلاب الفقراء، فبالتالي هذا يعتمد على الدولة. إذا كان لدينا دولة غنية ولدينا خطة كافية للقيام بهذه العملية فلا بأس بذلك، يمكن تحقيق ذلك، لأن بوجود الإنترنت والتكنولوجيا الحديثة ومحركات البحث فإن classes, vulnerable students, vulnerable people. فإن يمكن الاستفادة منها، ويجب أن تفهم الدولة أو أن تبحث وتعرف مدى حجم العائلات الفقيرة أو الهشة الموجودة لديها والطلاب الهشين والأساتذة الذين بحاجة لمساعدة. في بعض الحكومات يجب أن تكرس نفسها لمساعدة هذه العائلات، ولكن في حكومات أخرى إذا كان بإمكانها الوصول، إذا لم يكن بإمكانها الوصول إلى جميع الطلاب والعائلات والأساتذة فستفشل هذه الحكومات، لأنها لا توجد لديها القدرات الكافية لتحقيق ذلك. وأما الحكومات القادرة التي يمكنها أن تحقق ذلك طبعا هي بحاجة لحل المشاكل التي تواجهها لتحقيق أفضل مستوى ممكن من هذا العمل. فبالطبع الحكومات تحتاج إلى تخطيط تخصيص مواردها بالشكل الأمثل، هذا يحتاج إلى إدارة ذكية، حوكمة رشيدة، واتخاذ قرارات جريئة في الوزارات على مستوى الدولة على مستوى الولايات والمدن لاستخدام هذا الموضوع إذا كان ممكنا. فإذا كانت الموارد القومية كافية لتحقيق ذلك فأعتقد أن النجاح سيكون مضمونا. أما إذا كانت الحكومات تسعى للوصول إلى جميع المراحل والأساتذة والطلاب فأعتقد أنها ستصاب بالإحباط، فبالتالي يجب أن يكون التخطيط ذكيا ومبنيا على مدى الموارد المتوفرة في هذه الحكومة. إذا كان هناك تخطيط جيد فأعتقد أن النتائج سوف تكون مرضية. نعم دكتور، من النتائج المستخلصة من هذه التجربة أن هناك شكوى من ذوي الطلاب أن هذه التجربة شكلت عليهم عبء إضافي ماليا وفي الجهد في أجهزة شراء، ربما يعني الأنترنت، كلفة الأنترنت المضاعفة، وأيضا مواكبة لأبنائهم. هل هذه الشكوى دقيقة فعلا أم مبالغ فيها؟ Actually it's fair complaint and Around 10 years ago, we have أعتقد أن هذه الشكوى منصفة من قبل الناس. قبل 10 سنوات قمنا بمشروع أسميناه مشروع الفاتح في النظام التعليمي، وكان الهدف من هذا من هذا المشروع توزيع ألواح رقمية، ألواح ذكية لجميع الطلاب في التعليم، ولكن هذا المشروع انهار ولم نستطع الوصول إلى جميع الطلاب. ولكن في بعض الدول في غرب أوروبا وفي أمريكا يقومون بإيصال حواسيب محمولة أو ألواح ذكية للطلاب ليقوموا بالدراسة بها خارج المدرسة، لأنهم يريدون أن يدربوا الأولاد ليكونوا لديهم هذه الجاهزية الرقمية التي تكلمت عنها ليدخلوا في عالم العمل.
without third sector funds. طبعا بدون تمويل من الحكومة وتمويل من القطاع الخاص وتمويل خارجي لن تستطيع العائلات الفقيرة أو العائلات الهشة سيكون مستحيل بالنسبة لها أن يكون لديها أي شيء تحققه في هذا المجال. فأنت على حق، يجب أن تكون الموارد متاحة للعائلات التي لا تستطيع أن تتحمل هذه التكلفة العالية للتحول التكنولوجي. فلا بد من تمويل دولي، تمويل خيري من بعض المؤسسات الخيرية، لا بد لها أن تستثمر في بعض المجتمعات لبناء البنية التحتية لتسمح لهذه العائلات الاستفادة من هذا النوع الجديد من التعليم. دون هذا التمويل سيكون من المستحيل تحقيق ذلك لهم. نعم دكتور، هذه التجربة اللي طبقت في التعليم العالي، هل تعتقد أنها ستبقى مقتصرة على مجال التعليم أم من الممكن الاستفادة منها وتطبيقها في مجالات أخرى غير التعليم، في التجارة، في الطب وغيرها من المجالات ذات الصلة بالحياة؟ you are right. Now we are discussing. أنت محق، نحن الآن نناقش هذه الإمكانيات، مثلا في الطب، في القبالة القانونية في التوليد. يعني لابد أن يكون لدينا تدريب لاستخدام ذلك. في بعض المجالات التعليمية مبنية على على الخبرة أو على الممارسة المهنية، وبعضها مبني على المعرفة أو على العلم، فبالتالي يمكن تحقيقها في بعض المجالات وأكثر من غيرها. ولكن في العلوم التطبيقية على سبيل المثال، لابد لنا من استخدام دعم المختبرات واستخدام هذه الأماكن التي يجتمع فيها الطلاب. فبالتالي يجب أن يكون لدينا مدارس مبنية على الممارسة المهنية، ولدينا أيضا مجالات أخرى تعتمد أو تستطيع أن تتعلم على عن بعد. فبالتالي في هذه المجالات المبنية على الممارسة المهنية أو اليدوية لا يمكن استخدام التعليم عن بعد بشكل كامل. فبالتالي يجب التمييز بين الاختصاصات القائمة على المعرفة والعلم والاختصاصات القائمة على الممارسة. في جميع الجامعات في كل الدول الآن تقوم بالترويج للتعليم عن بعد، ولكن هذا لا يعني أنها ستستعيض عن التعليم في المختبرات وفي القاعات، وإنما يجب أن يمشي هذان الأمران يدا بيد وبالتوازي للوصول إلى عملية تعليمية ممتازة ومثالية. نعم دكتور، الدول والحكومات التي طبقت هذه التجربة، هل قامت أو تقوم بتقييم هذه التجربة ودراستها والبناء على نتائجها الإيجابية، أم أن هذه التجربة ستموت أو تنتهي بانتهاء وباء كورونا وتصبح جزء من التاريخ؟ I guess I have talked to many professionals in this field. تكلمت مع العديد من. لا زال الوقت مبكر على مثل هذه التقييمات. No, it is not early. تكلمت مع العديد من الخبراء في العالم، ولا الوقت ليس مبكرا، ولا أعتقد أن فيروس كورونا سوف ينتهي قريبا. وحتى إذا انتهى لا أعتقد أنه لدينا فرصة للعودة إلى الوراء. لابد لنا نكيف أنفسنا مع الأنظمة التقنية الحديثة وأن نستخدمها في التعليم. دور الدكاترة ودور البروفيسورية في الجامعات والأساتذة يجب أن يكون أكثر باتجاه التدريب وباتجاه القيادة، عوضا عن أن يكون فقط تعليم بشكل أحادي أو من جهة واحدة للطلاب في قاعة صفية فيها 40 أو 50 طالب. هذا
التطور في العالم يجبرنا أن نستخدم هذا المزيج من التعليم عن بعد والتعليم الفيزيائي لتحقيق الفائدة القصوى. فهذا التغيير هو تغيير دائم أعتقد لإدخال أفكار جديدة ولتطوير نماذج تعليمية تربوية جديدة، وأعتقد أنها سوف تكون مفيدة اليوم وغدا، وفي السنوات القادمة سوف يكون علينا أن نتكيف مع أنواع جديدة من التعليم. أعتقد أن فيروس كورونا كان هدية من الله لنا لنبحث عن سبل جديدة لاستخدام التقنيات الموجودة لدينا والتكنولوجيا الحديثة لتحقيق الفائدة القصوى. حتى الآن كنا نتجاهل هذه التكنولوجيا الحديثة، ولكن مع فيروس كورونا قدم لنا فرصة جديدة لنرى إذا كان لدينا القدرة للتكيف مع هذه التكنولوجيا وتحضير وتجهيز جيلنا الجديد للعصر الجديد وللسنوات القادمة. فبالتالي نحن الآن هنا ولا أعتقد أننا سنرجع إلى الوراء على الإطلاق. شكرا لكم دكتور. You're welcome sir. وبهذا مشاهد الكرام نأتي إلى ختام هذا اللقاء الخاص، والذي كان ضيفنا فيه الدكتور متين طبراق الأستاذ في جامعة اسطنبول والخبير في تطوير التعليم العالي. حتى نلتقي في لقاءات خاصة جديدة، في أمان الله.